لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، واهلا وسهلا بالجميع بسحب جديد من يومية تتكيس لسحب الليلة الثالثة 12 أذار 2019. توقف على الساعة 5:45، يعني إذا تكستوا بعد هذا الوقت تلقائيا بتكونوا اشتركتوا بسحب بكرة. ركزوا منيح على شبكاتكم إذا رقم السحب 789. هلا بدنا نرحب أنا وياكم بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية أستاذ جلال زيدان، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. حظ موفق لكل يلي مشتركين معنا بسحب الليلة، وإن شاء الله بيكونوا الملايين من نصيبكم. وننتقل أنا وياكم للمكنة لنبدأ مع السحب الأول يومية كده. الطابة الأولى 9، الطابة الثانية 3. شو معقولة تكون الطابة الثالثة جلال؟ 7، حلوين. 9 3 7. مشاهدينا إذا تكستوا هودي الأرقام بقلكن ألف مبروك. إذا بالدور المبلغ المدفوع ضربوه ب400، وإذا حيالله المبلغ يلي دفعتوه ضربوه ب70 مرة. من اليومية 3 ننتقل أنا وياكم لسحبنا الثاني يومية 4. أربع طابات رح تختاروا المكنة. البداية مع الرقم 8. الطابة الثالثة 1 8 7 1 و2. الطابة الرابعة والأخيرة لهيدي الشبكة. مشاهدينا إذا تكستوا هودي الأرقام 8 بيرجع 7 بيرجع 1 بيرجع 2 بالدور، المبلغ يلي دفعتوه ضربوه ب4000 مرة لتعرفوا قد بتربحوا مصاري. وإذا تكستوا أرقامكم حيالله المبلغ يلي دفعتوه ضربوه ب150 مرة. ننتقل أنا وياكم لسحبنا الأخير يومية 5. هالمرة عنا 5 طابات، إن شاء الله يكونوا أرقام حلوين. الطابة الأولى بينت ورقمها 8. الطابة الثانية 2. الطابة الثالثة 7. اثنين عن جديد الطابة الرابعة. أما الطابة الخامسة والأخيرة لسحب يومية 5 بتحمل الرقم 3. 82723 الرقم الرابح لشبكة اليومية 5. إذا تكستوا هودي الأرقام بالدور بنفس الترتيب يلي وارد قدامكم على الشاشة لتعرفوا قد بتربحوا مصاري، المبلغ يلي حبيتوا تدفعوه بتضربوه ب40000 مرة. وإذا كنتم تكسين أرقامكم حيالله المبلغ يلي دفعتوه ضربوه ب350 مرة. ننتقل أنا وياكم لعند أستاذ جلال لحتى نرجع نتأكد من الأرقام الرابحة، تفضل. سحب يومي رقم 789 لنهار 3/12/2019. أرقام الرابحة لسحب يومي 3 9 3 7، لسحب يومي 4 8 7 1 2، لسحب يومي 5 8 2 7 2 3. شكرا جلال. مشاهدينا ألف مبروك لكل يلي ربحوا معنا الليلة وصابوا الأرقام. بالنهاية ما في أحلى من الربح حتى لو كان 35000 ليرة. ترونا بكرة بسحب جديد وإلى اللقاء.
ميجا هيرب من ماريناس إلى كل الأشخاص الذين يعانون من التكلس، الروماتيزم وترقق العظام. فمن المتعارف عليه أن تآكل الغضاريف أو التكلس يصيب مناطق مختلفة من الجسم، أكثرها شيوعاً مفاصل الركبة، الكتف والرقبة والخوض، والتهاب مفاصل فقرات الظهر والأصابع. فكبسولات ميجا هيرب من ماريناس تشكل الغذاء الأساسي للغضاريف كمتمم غذائي مضمون الفعالية في المساعدة على محاربة التكلس والاحتكاك وترقق العظام والتهاب المفاصل. إن الأشخاص المصابين بتآكل الغضاريف أو التكلس بالركبة ننصحهم بتناول كبسولتين يومياً من ميجا هيرب، لأنه سيعيد بناء غضاريف هذه المنطقة ويعيد الليونة لحركة اليد والكتف ويزيل ألام الكتفين. كذلك الأمر للذين يعانون من تكلس فقرات الرقبة والأوجاع المبرحة للرقبة التي تسبب بدورها إلى آلام بالرأس وبعض حالات الدوار أو الدوخة وعدم الاتزان. ميجا هيرب هو صناعة أمريكية يحتوي على المواد الطبيعية التي تساعد على إعادة بناء الغضاريف، كما أن ميجا هيرب من ماريناس يساعد على التخلص من الروماتيزم، فهو يعمل على تقوية العامل المناعي لمقاومة الروماتيزم ويمنع الالتهابات بالمفاصل ويساعد على تقوية العظام وبناء عظام صلبة وقوية. الجيلاتين المستخدم في كبسولات ميجا هيرب هو من منشأ نباتي وليس من منشأ حيواني، وهو متمم غذائي وليس بدواء، مرخص من وزارة الصحة ومتوفر في الصيدليات اللبنانية. حارب تساقط الشعر ونبت شعر جديد بواسطة بايوهيرب من ماريناس. حبوب بايوهيرب من ماريناس مليئة بالمعادن والفيتامينات والبروتينات المطلوبة لتقوية بصيلات الشعر وفروة الرأس، إعادة إنبات الشعر من البصيلات التالفة وإيقاف تساقط الشعر وأعطاء الشعر الصحة والكثافة واللمعان، كما أنه يعطي حيوية ونضارة للبشرة والحصول على أظافر قوية وصلبة وذات لمعية ويمنع تقصف الأظافر بشكل فعال. ننصح به بشدة للمحجبات وجميع الذين يعانون من تساقط الشعر نساء أو رجالا، كما ننصح به كل الأشخاص الذين يعانون من فراغات بفروة الرأس لإعادة إنبات الشعر. يمكن تناوله حبة يوميا صباحا بعد الطعام. ستلاحظين نتائج بايوهيرب من ماريناس في أول أسابيع من الاستخدام، حيث سيوقف تساقط الشعر بشكل واضح. العبوة الواحدة تكفي لمدة شهرين من الاستخدام، إنما ينصح باستخدامه لمدة 6 أشهر. بايوهيرب من ماريناس صناعة أمريكية متقنة وذات فعالية مضمونة النتائج، هو متمم غذائي وليس بدواء، مرخص من وزارة الصحة ومتوفر في الصيدليات اللبنانية. إلى كل سيدة أو آنسة تريد التخلص من تجاعيد الوجه والرقبة واستعادة بشرة نضرة وشابة خالية من التجاعيد، نقدم لكم ديرما هيرب كريم. كريم الكولاجين من ماريناس من الكولاجين البحري الطبيعي، يساعد على تنفيخ الوجه وإزالة التجاعيد بسرعة مميزة. ديرما هيرب كريم، كريم الكولاجين مصنع بتقنية النانو، هذه التقنية الحديثة التي تعمل على تصغير المواد الفعالة إلى جزيئات مجهرية تستطيع اختراق طبقات البشرة وتملأ الفراغات بمادة الكولاجين الطبيعي الذي يعطي الحجم المطلوب للوجه والخدود. كما أن كريم الكولاجين من ماريناس السريع الامتصاص لديه فعالية ثابتة ومؤكدة في إزالة التجاعيد، تجاعيد الوجه والجبهة والرقبة. استخدمي سيدتي ديرما هيرب كريم مرتين يوميا وحافظي على جمال بشرتك وأشرقتك. للمزيد من الاستفادة عليك سيدتي باستخدام كبسولات ديرما هيرب من ماريناس مع كريم الكولاجين للحصول على نتائج سريعة وفعالة أكثر. ديرما هيرب كريم من ماريناس هو صناعة أمريكية وهو ذو جودة عالية وفعالية مضمونة، مرخص من وزارة الصحة ومتوفر بالصيدليات اللبنانية. كبسولات الكولاجين ديرما هيرب من ماريناس مصنعة من الكولاجين البحري لتنفيخ الوجه وإزالة التجاعيد، كما أنه يحتوي على الفيتامين سي ومادة الإلاستين التي تشكل مجتمعة مادة فعالة لإزالة التجاعيد وشد البشرة بسرعة مذهلة وإزالة الدارك سبوت أو ما يعرف بالكلف. كبسولات الكولاجين من ماريناس نتائجه مكفولة في نفخ البشرة وإزالة التجاعيد، ينصح باستعماله مع ديرما هيرب كريم لمزيد من الفعالية. ديرما هيرب كبسول من ماريناس هو متمم غذائي وليس بدواء، مرخص من وزارة الصحة ومتوفر في الصيدليات اللبنانية، كما أن الجيلاتين المتواجد في الكبسولات هو من منشأ نباتي وليس من منشأ حيواني.
ماس وايتنينج كريم. إذا كنت تعانين سيدتي من سوداد في البشرة عند الوجه، الرقبة، الأكواع، الركب، تحت الإبط، بين الأرجل وحتى في الأماكن الحساسة، وتريدين تفتيح لون البشرة وتبييضها بشكل آمن وسريع، احصل الآن على المبيض السريع من ماريناس لنتائج مضمونة وسريعة. سترين الفرق خلال 10 أيام فقط. كريم طبيعي من الأعشاب الطبيعية يساعد على تبييض البشرة عبر تمديد مادة الميلانين الملونة، كما ينصح باستخدامه إلى جانب كبسولات ديرما هيرب كولاجين لاحتوائه على مادة الإلاستين للمساعدة على التخلص من الكلف. ماريناس وايتنينج كريم مرخص من وزارة الصحة ومتوفر في الصيدليات اللبنانية. إكسترا أوميغا 3 سوفت جيل من ماريناس هي الأسرع والأقوى في تخفيض نسبة الكوليسترول والشحوم الثلاثية في الأوعية الدموية، وبالتالي يجنب القلب من السكتة والجلطات والسكتة الدماغية. وداعا لتساقط الشعر الكثيف، وداعا للقشرة المزعجة مع شامبو ماريناس الطبيعي من الأعشاب، يساعد على تغذية بصيلات الشعر ويخفف من تساقطه ويمنع ظهور القشرة، كما يجنب الرجال مشكلة الصلع والقشرة على الكتفين. ننصح باستخدام شامبو ماريناس إلى جانب البايو هيرب. اطلبوا جميع مستحضرات ماريناس من الصيدليات. للطلبات خارج لبنان يمكنكم الطلب عبر موقعنا www.marinasherbal.com. جميع الكبسولات المستخدمة في مستحضرات ماريناس هي من منشأ نباتي وليس حيواني.